الفاتحة. استغفر الله 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 استغفر الله. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أدركني. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي.
هو من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يحلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا كافها يا صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا وقايتنا والقرآن المجيد وقايتنا
القرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتدر يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا اغفر لنا
لي حمسة أطفي بها حرب الوفاء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا، اللهم سددنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم ربنا زدنا علما، زدنا هدى، زدنا تقى، زدنا ورعا، زدنا حكمة، آتنا فصل الخطاب، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، زدنا عددا وعددا، زدنا خيرات الدنيا والآخرة بدون محنة ولا بلية. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع إلينا خيار هذه الأمة، اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك، متعاونين متناسفين متبادلين متحابين. اللهم اجعل مدرستنا هذه مباركة قائمة مستمرة معمورة إلى قيام الساعة، مجمعا للصالحين، للعلماء العالمين، للعلماء العاملين، للدعاة المقبولين، لأوليائك المقربين، لأوليائك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، بدون محنة ولا بلية، بدون محنة ولا بلية، بدون محنة ولا بلية. واجعل مثل هذه السؤلة لما حواليها من مدارس المسلمين. اللهم اجعل قريتنا هذه قرية نيرة مباركة قائمة مستمرة معمورة بالإسلام، معمورة بالصلاة، معمورة بالحسنات إلى قيام الساعة. اجعلها قرية تأكل القرى، اجعلها قرية تأكل القرى، تنشر الهداية في أرجاء المعمورة، تنشر الهداية في أنحاء العالم بدون محنة ولا بلية. اجعلها كمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعهد صاحبيه اللهم أخرج فساقها، اللهم أذب فساقها كما أذبت الملح في الماء. اللهم لا تجعل فيها ولا منها أشقياء ولا محرومين. اللهم هب المسيئين منها للمحسنين. واجعل مثل هذه الدعوة لما حويلها من قرى المسلمين. نسألك يا الله، من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون. ونستعيذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون بدون محنة ولا بلية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلاة الله.